يعني طيب معناها في الحالة ممكن يتعارض الفائدة، مبدأ تقديم الفائدة مع منع الضرر. يعني أنا فيني دائما امنع الضرر تماما، يعني معنى آخر خليني أبسط لك إياها، دوسع لي دوسع على خاصة الأدوية القديمة السورية مثلا، احنا سوريين اللي بالثمانينيات كان دواء السعال نفسه طعمته مرة أو طعمه مر لدرجة أنه بيسبب السعال نفسه. فبعموما يعني هو بيقول لك أنه لازم تاكل المر أو تاخذ الدواء المر مشان تحقق الفائدة. فأنت لما عم تاخذ دواء عم يسبب لك آثار جانبية أو شيء غير محبب، فأنت عم تأذي المريض. أنت المبدأ التالي خرقته، معناته أنا هون أنا لازم وازن، معناته صح ولا أنا غلطان؟ الهدف هو دائما لازم تعمل موازنة طبعا، والهدف دائما انه انت تعطي اكبر فائدة باقل ضرر. كيف ممكن توصل لهالمعادلة؟ هي بقى بترجع لخبرتك كطبيب، ودائما بدك تحاول توصل لهذا الشيء. يعني هلا في كثير احيان نحن بنتقبل انه انت تعمل مرض للمريض، ضرر للمريض، وبنعرف هذا الشيء. يعني في مثلا اكثر مبدا ممكن احكي عنه بهذا الشيء بسموه doctrine of double effect، او هو مبدا التأثير المزدوج. مزدوج تماما. بما معناه أنت بتعطي علاج معين، أنت عارفان أنه أنت عم تعطيه لشيء، ولكن بتعرفه أنه هو مثلا ممكن عطى لشيء آخر أو بيعالج شيء آخر، ممكن يسبب ضرر بمنحى آخر، ولكن أنت الهدف منك أنك تعطيه لهذا الشيء. مثلا لما أنت مثلا بتعطي دواء المورفين الأوبيات بشكل عام، يعني لمريض بجرعات عالية جدا، وانت عارفانه انه انت ايش المريض عم تعطيه قبل؟ تحت، بس انت ايش اعطيته قبل للمورفين بجرعات عالية؟ انت شو اعطيته استطباقك؟ المريض اعطيته اياه مثلا لتسكين الام شديده، تمام. ولكن انت عارفان انه انت هالجرعات العاليه رح تعمل له تثبيط تنفسي، ممكن ينتج ممكن. عنه وفاة. يا انت ممكن تعمل تثبيت تنفسي. نعم، ولكن بحق لك اخلاقيا في بعض الاماكن قانونيه انك تعمل هذا الشيء، رغم انك انت بتعرف انه في خطر رح يصير عليه، لانه انت هون برجع لموضوع انما الاعمال بالنيات. انت الهدف تمام تبعك مو انك تمام تموته، الهدف تبعك انك تشيل عنه الاذى، وان كان في ضرر انت عارفان رح يصير. تمام طبعا لازم يكون المريض عارفان بهذا الشيء تماما، وانت نيتك لازم تكون صادقه، والانتنشن تبعك واضحه جدا بهذا الموضوع. فهذا صراحة ربما في زملاء طلاب عم يتابعونا بيجي بالامتحانات هذا الموضوع، انه انت بالاند اوف لايف في نهاية الحياة انت حطيت المريض على العلاج التلطيفي، هو عنده مثلا سرطان منتشر عم يسبب له آلام مبرحة، فانت بدك تعطيه جرعات عالية من المسكنات. بس مثل ما قلت انا هون ما عم اهدف من اعطاء الجرعات اني انا بدي اياه يوقف تنفسه، لا، انما الاعمال بالنيات، انا هدفي انه يسكن ألمه. فشو اسمه بالانجليزي مرة ثانية مشان زملائنا اللي عم يتابعوا يحفظوا هذا The الاسم؟ doctrine of double effect.